أنا الفاضي نضيف المعقم. وادي قشرة البرتقال، اعتبريها ان هي قشرة برتقال كاملة، لان خلاص انا اعصابي بايظة متبلبلة تحت البنطلون من الخضة. اهو قشرة برتقال جوه كالعادة، الناس الجميلة السكر زيادة. هتيجي على قشرة البرتقالة وهتنزلين بتمن، ده كوب معياري تمن من الصمغ العربي فوق البرتقال، على قد الايد، على حسب الكمية اللي عندك، على حسب ما تحبي. وكمان عليها لوبان دكر كالعادة، برضو حبة في كف ايدك بمقدار ملعقة. عايزة تزودي تحطي ملعقتين حطي، انا عاملة كمية اوريدي. هحققلك اللي في نفسك. وهتيجي على حبوب اللقاح بتاعت شمع العسل، بتاعت العسل الابيض، حبوب اللقاح اهي امامك. هتطحنيها وتخليها بودرة. حبوب اللقاح هايلة جدا جدا. ايه ده، عندنا صندوق دلوقتي يخطفوه ويجروا، ما بيقعدوش. دول حرامية صناديق اصلا. هتطحني حبوب اللقاح بتاعت العسل الابيض، هتخليها بودرة في الكبة بتاعتك. مش عايزاها حبوب، عايزاها بودرة. ليه؟ عشان اخد منها ملعقة. كبيرة من حبوب اللقاح البودرة. حبوب اللقاح البودرة جبارة للبشرة. ملعقة من بتاعة المكرونة والأرز فوق الصمغ العربي مع البرتقال واللبان الذكر واللي ما بانش. حبوب اللقاح بتساعد على تقليل التجاعيد من البشرة، وده اللي انا بشتريه، الف شكر، وده اللي بطحنه بعد لما بشتريه. يبقى كده حضرنا العفريت امامكم. الملعقة الكبيرة دي هتفرق معاكي قوي في الزيت ده، بالاخص ان انتي بدل ما تروحي تشترين زيت المرة الغالي وزيت اللبان الدكر الجاهز الغالي اللي عليه ريحة معرفش حاطين ايه فيه بالظبط، ما هوش ليه علاقة خالص بريحة اللبان الدكر، اعتقد انه اسانس مضروب يعني. فهنا انا هعمل الزيت بتاعي كالعادة للناس اللي موجودة هنا قاعدين معايا وشايفيني وانا بتبهدل. يس بيبي يس. وهجيب اي زيت من بتاع البيبي، يا زيت البيبي الرخيص اللي في الصيدلية، اي جنسية اي اسم، عمك مايكل، عمك جونسون، عمك، حطي على الحاجات دي. هي زيت قشر البرتقانة ضروري، فيتامين سي ضروري. زيت من بتاع الأبزخانة الصيدلية يعني، اوكي. وهتبتدي ان انتي تعملي كده زي ابي ما بتعمل. بصوا اللون ده هو اللي انت هتكتسبيه على بشرتك اهو، ده لسه وهو ني. دلوقتي الخطوة اللي جاية ان انت هتبتدي تعملي الحركة اللي كل مرة بنقول عليها، ان انت تعملي له حمام مائي يا اللي هو حمام مريم ولا مائي، I don't know انتوا بتسموه ايه، بس هو اصلا بيتصنع بالطريقة العادية جدا السهلة البسيطة جدا، لانه الزيت ده انا هاخده وهعمل منه حاجة تخلي لك بشرتك تجنن. ارقدي في الدور وخليكي هنا معانا، وهاتي فوطة تكون قطن مش بوليستر عشان ما تولعيش في بيتك، وهتحطي مية تغلي في حلة ثلاثة ارباع الحلة مية.
عنب دلوقتي، وبعدين هتيجين بحبوب اللقاح مع السمغ العربي مع اللبان الذكر مع بذور الكتان، سوري، مع اللبان الذكر، وهتنزلين بيهم هنا في الحل. كده انت عندك خلطتك للزيوت على النار هتخش. يس، هندخل بوها النار ناوية اختراية كده. هنا دخلت، لما بتخش عند بتخرج بيكون هذا هو لونه. بصوا لونه اللي متحت المرقد ده، انا حط عليه اضافاتي. يعني ايه؟ يعني انا حطيت جوز. انت عندك جوز حطي اللي هو الجوز اللي انا كنت عاملاه معاكم، فاكرين الجوز؟ عشان اخد زيت من الجوز يكون جبار يساعدني. لو حبيتي ان انت تحطي الجوز، حطي بدونه هينفع. وهنا نسكت قليلا. هذا هو لونه بعد لما بيستوي ساعة على النار والمية بتغلي. كلما قلت المية زوديها مية مغلية من الكاتل، واستني كمان لحد لما تحسي انه الخلطة بتاعتك استوت. ونقلب ونوريكم الخامة. الجوز اهو وقشر البرتقال زي بالظبط طريقة الجزر، واللبان الذكر والسمغ العربي. الخامة اللي هنا سميكة قوي. يعني ايه؟ يعني مجرد ان انا بقلبها كده، يس، امامكم، وبطلع الملعقة كده منها وبعمل كده الملعقة امامكم. بصوا لون الملعقة، بصوا التخانة بتاع الزيت، مش سايل، تقيل. ايه اللي متقل الزيت ده؟ هو درجة التسوية بتاعته القوية، اللزاجة بتاعته عالية جدا. اوكي، انا كده حضرت الزيت بتاعي، حضرته، يس، اقدر احتفظ بيه زي ما هو لمدة قد ايه يا ابي؟ لمدة سنة. سنة بره التلاجة يا ابي؟ ايوه. زيت اللبان الذكر مع زيت الصمغ العربي مع البذور بتاعت العسل اللي هي حبوب اللقاح مع اضافاتك من البرتقالة الشقية العالمية اللي فرقعت الدنيا ده هي. واذا حبيتي عندك حطي المادة الاخيرة اللي حطيتها، اذا ما حبيتيش تقدري تستغنين عنها. يبقى انا صنعت لك زيت للتجاعيد تقدري تستعمليه وتدخليه في وصفيات جديدة. يعني ايه؟ يعني انا عندي الخلطة دي هين دلوقتي اللي ما فيهاش اي شيء غلط ومستوية على البارد جدا، على الهادي يعني، ونار واطية. سبتها تغلي، لونها اصفر طبيعي، فيهاش اي حاجة غلط. تقدري تعملي لو ما عندكش كل الامكانيات دي هيا وعندك بس برتقانة، تقدري تعملي زيت البرتقان فقط لا غير. بصوا اليوم ده زيت الفيتامين سي، زيت البرتقال